الرئيس السيسي يشارك بمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والتغير المناخ، ويؤكد بذل مصر قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي. خلال مشاركته في منتدى بيترسبرغ الدولي، الرئيس السيسي يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية. المفوضية الأوروبية توصي بترشح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وموسكو تتهم أوروبا بالتلاعب بكييف. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للدورة 27 لقمة المناخ العالمية والتي تعقد في مصر. وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سعي مصر لتحقيق تحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزا للطاقة في المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين وعدد من قادة العالم. هذا وقد ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال القمة. فخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أود بداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن لمبادرته بالدعوة لهذه القمة المهمة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة. وفي هذا الإطار، ومع قرب انعقاد الدورة 27 لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوفرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض. ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية. وانطلاقا من هذه المسؤولية، اسمحوا لي أن أشارككم بعض النقاط المهمة في إطار استعداداتنا لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي خلالها. أولا، تواصل مصر بذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا، تنفيذا لاتفاق باريس ودعم وتعزيز خططها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ. ومن جانبها، فقد قامت مصر مؤخرا بإطلاق استراتيجياتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحددة والتي ستتضمن أهدافا كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها. كما ستوضح هذه المساهمات المسؤوليات التي تطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرتها على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء. ثانياً، على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة. ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات، من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني. كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملاً وداعماً لعمل المناخ الحكومي. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأعلن عن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، واستناداً إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع. ثالثاً، إن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدماً بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقاً لاتفاق باريس، إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزاً وداعماً لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ. ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية، خاصة في قارتنا الإفريقية، أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسؤولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب. إن نجاح الدورة 27 لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الإفريقية من رضا وارتياح إذا موقعها في هذا الجهد العالمي، وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نمواً، ومساهمة منا في بناء هذه الثقة وألقى هذا المناخ المواتي. يسرني الإعلان عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الإفريقية على مدار العام الجاري، وصولاً إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في إفريقيا خلال قمة شرم الشيخ. ختاماً، فإنني أتطلع إلى استقبالكم في شرم الشيخ لنواصل معاً العمل على وضع تعهداتنا موضع التنفيذ، ولنستجيب لآمال وتطلعات شعوبنا التي تنتظر منا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة. شكراً لكم. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن حلول مصر كدولة ضيف على منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي يؤكد على عمق المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الروسية. وفي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام فعاليات المنتدى والتي تعقد بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المنتدى هذا العام يعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات المنتدى في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويعقد منتدى هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم وخصوصا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي لا سيما في أعقاب جائحة كورونا الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي. كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية والتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وأشار الرئيس إلى ما تم بين البلدين من تنفيذ للمشروعات القومية الطموحة ومنها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة فضلا عن غيرها من المشروعات. قد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون منصة مهمة للنهوض بالصناعة في إفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام منتدى سان بيترسبرغ أن تدشين رؤية مصر 2030 تعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تأسيسا على هذه الرؤية قامت الحكومة بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأسيسا على هذه الرؤية قامت الحكومة المصرية بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل النمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021 على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار، كما نجحت مصر في إطار استراتيجياتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلاً عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق وتطوير منظومة النقل المصرية
عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته إلى اصطدام الجهود الوطنية سالفة الذكر بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا وبعدها الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلبا على موازنات الدول. ودعا الرئيس إلى تضافر الجهود الدولية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد. إن التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضا جهدا دوليا وتعاونا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد، خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي. من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية، كما أنني أدعو كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي وفرها الاستثمار في مصر بكافة المجالات. We'll be right back.
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع وبتخفيضات تصل إلى 60%. هذا وتواصل منافذ أمان توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وبتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأضحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي أتاحتها المبادرة والتي تصل إلى 60%. وزارة الداخلية أطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 15 من شهر مارس الماضي، ومنذ بدايتها وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية. أنا شايفة في اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريباً. المبادرة دي شغالة وعرفت إنها مكملة للعيد، كل سنة طيبين. ما شاء الله الحاجة حلوة قوي، حاجة نظيفة جداً وأسعار في متناول إيد الجميع يعني. الأسعار أحسن بكتير من برة، وطبعاً توفير السعر دوت في المبادرة بيخليني أقدر أشتري كل اللي أنا عايزه. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية ومنافذ أقامتها الوزارة بالاشتراك مع كبار الموردين والتجار تشارك في هذه المرحلة، ومع مد فعالياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها. احنا أصرينا ان احنا نشترك في المبادرة، وده احساسنا ان احنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة اي حاجة بتساعد الناس. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد ان احنا نقدم احسن سعر عشان المستهلك يحس قد ايه الدولة بتهتم ان احنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بافضل اسعار. وفرة كبيرة في المعروض من كافة انواع السلع وبجودة عالية اتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الاسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي اثرت على اسعار السلع، وهو ما اشاد به المواطنون. احنا بنيجي مخصوص عشان المبادره ديت، وان هي اسعارها اقل من العادي. الزيت سعره كويس جدا، والرز كويس جدا، كل حاجه جميله جدا عن بره، والاسعار كويسه جدا. جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمكرونه والرز، الحاجات رخيصه تبع المبادره. صراحه يعني مش محتاجين اي حاجه كده، يعني انا خدت باسعار احسن من بره كتير. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. كما تشارك في المبادرة منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. بصراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أمان، لأن في تفاوت في الأسعار ما بينها وبين بره، ده طبعا بيتيح لي إن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما انا عايز. نشكر وزاره الداخليه برضو على المبادرات والاسعار اللي بتنزلها لنا، سواء اللحوم او السلع التموينيه. اسهمت المبادره منذ اطلاقها في التخفيف كثيرا عن كاهل الاسر المصريه، مع الارتفاع في اسعار السلع تاثرا بالمتغيرات الدوليه، بتوفيرها كافه انواع السلع بتخفيضات كبيره. تتسم السلع المعروضه في اطار مبادره كلنا واحد بجوده عاليه ووفره كبيره في المعروض، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي أتاحتها المبادرة والتي تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، ما يؤكد على أهمية هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 98 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط ما يقرب من 26 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط أكثر من 72 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية.
وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية تشتمل على 151 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات قرابة 60 طن أقماح محلية. اختتمت أعمال جلسات الدورة 13 لفريق استعراض آلية التنفيذ والدورة 13 للفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية والمعني بمنع الفساد بفيينا برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هذا وقد اعتمدت الدورة تقريري فريق استعراض لآلية التنفيذ والفريق العامل الحكومي مفتوح العضوية والمعني بمنع الفساد في دورتهما 13. وخلال الجلسات تم استعراض التحديات والممارسات الجيدة في مجالات التوعية والتعليم والتدريب والبحوث لمنع الفساد لبعض الدول. وقام الوفد المصري المشارك باستعراض جهود مصر في مجال التوعية والتدريب فيما يخص منع ومكافحة الفساد، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وعلى هامش الجلسات التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة والمعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، حيث تم مناقشة مشاريع التعاون القائمة والمستقبلية بين الأمم المتحدة وهيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فضلا عن مناقشة نتائج الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي عقدت بشرم الشيخ في ديسمبر الماضي. أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا لما أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين في مؤتمر صحفي. وأوضحت فوندرلاين أن المفوضية توصي المجلس أولا بإعطاء أوكرانيا أفقا أوروبيا، وثانيا بمنحها وضع المرشح بشرط أن تنفذ كيف عددا من الإصلاحات المهمة. تسعى الدول الأوروبية إلى استمرار دورها في دعم كييف في أزمتها الحالية مع روسيا، فلم يتوقف الدعم عن المساعدات المادية والعسكرية، ولكن تزايدت أوجه الدعم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لتصبح أوكرانيا واحدة من الأسرة الأوروبية. وترى كييف انضمامها للاتحاد الأوروبي واحدا من أكبر مكاسبها في الأزمة مع روسيا، خاصة أن هذا الأمر سيفتح لها الباب لمزيد من الاستثمارات والتعاون مع الدول الأوروبية داخل الاتحاد. لدينا رسالة واحدة واضحة، وهي نعم أوكرانيا تستحق المنظور الأوروبي، ونعم أوكرانيا يجب أن ترحب كدولة مرشحة. هذا على الفهم على العمل الجيد الذي تم، ولكن يبقى هنالك عمل هام يجب أن يتم، العملية بأكملها قائمة على المزايا والاستحقاق. ومع إعلان المفوضية الأوروبية توصياتها بمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، يتطلب من كييف استيفاء عدد من الشروط واللوائح التي يقبل بموجبها طلب العضوية، ويأتي في مقدمتها التوافق مع معايير كوبنهاجن التي جرى إقرارها عبر المجلس الأوروبي عام 1993، وتتضمن اقتصاد السوق الحر وديمقراطية مستقرة وسيادة القانون واحترام الأقليات وحمايتها وقبول جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اليورو. توصية المفوضية الأوروبية تعد بمثابة الضوء الأخضر لانضمام كييف للاتحاد، ولكن هذا الانضمام يستوجب المصادقة عليه بإجماع الدول 27 الأعضاء في التكتل قبل بدء مفاوضات طويلة قد تستغرق سنوات. كما يجب على أوكرانيا أن يكون لديها اقتصاد سوق فعال وقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي.
مع القدرة على الاطلاع والتنفيذ الفعال للالتزامات العضوية، بما في ذلك التقيد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي. هذا وتتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب عضوية إلى المجلس الذي يطلب من المفوضية تقييم قدرة تلك الدولة على استيفاء معايير كوبنهاجن. وإذا كان رأي المفوضية إيجابياً يجب أن يوافق المجلس على ولاية تفاوضية، ثم يتم بدء التفاوض رسمياً على أساس كل موضوع على حدة. أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالتوصية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. في تغريدة له على تويتر، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين ولكل عضو في المفوضية للقرار التاريخي. هذا ومن المقرر مناقشة رأي المفوضية في القمة الأوروبية في 23 و24 من يونيو الجاري. اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بالتلاعب بكييف بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا، قالت إن المجتمع الغربي يتلاعب بأوكرانيا منذ سنوات عديدة، مشيرة إلى أن كييف لن يكون لها مستقبل مشرق. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستمنح أوكرانيا القدرة على الصمود الاستراتيجي للانتصار في العملية العسكرية الروسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أكد جونسون أن بريطانيا ستعمل أيضا مع أوكرانيا على تحرير الحبوب للتصدير عبر البحر الأسود. This is your second visit, Boris, to Kyiv after the 24th of February, the beginning of the full-scale invasion by the Russian Federation to our soil, and I'm grateful. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تشتمل عليه الرسائل التحذيرية المتداولة حول وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة. وأكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلستي مباحثات مع كبار المسؤولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط. في هذا الإطار أكد وزير البترول ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي على أهمية مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها خلال أعمال المنتدى كخطوة أولى وهامة للإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا. في اجتماع آخر مع المسؤول الأمريكي، استعرض الملا والوفد الأمريكي مجالات التحول الطاقي وجهود خفض الانبعاثات نحو تحقيق مستقبل آمن ومنخفض الكربون وفرص التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في هذه المجالات.
إلى الأحوال الجوية والطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعلى عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس السيسي يشارك بمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، ويؤكد بذل مصر قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي. خلال مشاركتي في منتدى سان بيترسبيرغ الدولي، الرئيس السيسي يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية. المفوضية الأوروبية توصي بترشح أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وموسكو تتهم أوروبا بالتلاعب بكييف. إذن مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت، لكن هواء التاسعة ممتد مع حضراتكم مع الإعلامية هدير أبو زيد. أهلا بك هدير. مساء. أهلا بك يا نهى، وأهلا بك يا مصطفى. أهلا بك هدير، وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا، وشكرا لكل صناع نشرة التاسعة على القناة الأولى. شكرا لك. توفيق. مشاهدينا دلوقتي هنبتدي مع حضراتكم برنامج التاسعة.